طيب اليوم شباب إن شاء الله بدنا نحكي عن آخر موضوع عندي اللي هو Natural Language Processing. طبعا هنا راح يكون على شكل مقدمة، راح نحكي على شكل مفاهيم أساسية نشوف إيش التاسكس اللي موجودة في Natural Language Processing، ونشوف إنه كيف في النهاية إنه هي عبارة عن AI Problem، إنه هي عبارة عن AI Problem. طبعا حنركز انه شو هي الـ NLP، تمام، وحنشوف ليش هي صعبة للغاية، تمام، وحنشوف في السياق. طبعا كل ما نحكي عن موضوع معين حنشوف ايش في applications لهاي التاسكس او لهذه البروبلمز اللي في الاي اي. بدنا نطلع على Natural Language Processing كتعريف، انه انا عندي هاي الكمبيوتر، تمام، بده يكون في عنده input language، تمام. طبعا المقصود هنا بالnatural language اللي هي لغة البشر، لان انت في عندك programming language، في عندك languages تانية كتير مختلفة. فلما اقصد لما احكي natural language المقصود فيها لغة البشر، فبدنا نخلي الكمبيوتر يتعامل مع لغات البشر، فبده يكون من خلال input و output. الآن إذا كان إنه أنت الكمبيوتر بده يتعامل مع language كinput، فهاي بدنا نسميها natural language understanding. فبالتالي أنت بتعطي له اللغة أو النص كinput، يفترض إنه يكون عنده القدرة إنه هو يفهم هذا النص. الآن لو الكمبيوتر هذا اللي هو يفترض إنه intelligent software، لو بده يطلع لك language، فهاي الشغلة اسمها natural language generation. فبده يعمل لك توليف لجملة، ممكن انه هو مثلا لقى لك الحل، فبده يعمل توليف لنص بالnatural language بلغتنا لهذا الحل، تمام. فهذول المصطلحين بشكل اساسي انه NLU NLG، تمام. طيب ايش التاسكس، ايش ممكن اسوي في الناتشورال لانجويج؟ ممكن اسوي شغلات كثيره غير هدول، كمان هدول حنحكي عليهم في الاوتلاين. فينا عندي الماشين ترانسليشن مشهوره بالام تي، تمام، ترجمه الاليه مثل جوجل بالضبط، فبالتالي انه حنشوف كيف انه هي حتتحول ل اي اي بروبلم. انفورميشن اكستراكشن، في عندي انستراكشرد تكست بدنا نطلع منه ستراكشرد انفورميشن، تكست سمرايزيشن بدي اعمل تلخيص لنصوص، تمام، Dialog System هذا عنوان عام، تمام، وبيجي تحتيها للتشات بوت، وبيجي تحتيها للكيو اي سيستم Questioning Answering System والسيرش انجنز والشغلات هذه كلها. وفي هنا عندي موضوع التاجينج اللي بيجي تحتيه البارت اوف سبيتش تاج والنيمد انتيتي ريكوجنيشن، حنمر عليهم واحد واحد. في غيرهم، لسه في غيرهم كمان، في عندي speech recognition، في يعني انه هو موجود جوا نسيت ان انا احطه هنا، حنشوف نتعرف عليه. طيب نيجي لأول task machine translation، ترجمة الآلية. فبالتالي هي عبارة عن subfield من computational linguistics كتعريف، تمام. الغرض منها انه احنا نستخدم software، يفترض هذا software هو عبارة عن intelligent software بيعمل لي translate لtext او speech، خلي بالك، من one language لanother. فبالتالي انا بدي يكون في عندي system زي هيك، تمام، فبدي يكون انا عندي ال input بدي اسميها source language اسأل، تمام، والهدف انه يطلع لي هنا النص، يعمل لي translate تحويل او ترجمة للنص بالtarget language. يعني هنا ممكن يكون انا عندي نص عربي والنتيجة انه يفترض انه يطلع لي نص بالانجليزي او بالفرنسي او بالاسباني بهذا الشكل. طبعا بطبيعة الحال انا حكيت نص، فمش بالضرورة انه هو يكون نص، ممكن يكون نص او speech، لانه في عندي text to text translation، في عندي speech to speech translation، فبالتالي بيكون ال input speech وال output speech. لاحظ انه انت لما عملت formulation للproblem انه هذا عندك ال input،
وهذا انت عندك الاوتبوت. معنى ذلك انه انت ممكن تستخدم اي تكنيك في الاي اي وخصوصا الماشين ليرنينج بحيث انه انت تحل هاي المشكله. فبالتالي انت عرفت الانبوت وعرفت الاوتبوت، فبالتالي زي ما احنا شفنا مثلا في النيورال نتوركس انه احنا هاي الانبوت وهي الاوتبوت المفروض يكون زي هيك، فبالتالي ممكن نستخدم الماشين ترانسليشن. صحيح، هذا الاشي حنحصل عليه من حاجه اسمها بارليل كوربوس. ايش كوربوس؟ يعني هي عباره عن داتا، تكستوال داتا. لما احكي هنا كوربوس ما المقصود فيها تكست داتا. تمام، التكست داتا بتكون انا عندي هاي النص هذا بالانجليزي. تمام، this is true as long as account taken into account. يعني يفترض انه هنا في كلمة ما مش ظاهرة انا عندي في الايمج. As long as account is taken، لا هيك تمام كاملة، taken of 20%. وهنا انا عندي النص بالفرنسية، هذا النص بالانجليزي، هذا النص بالفرنسية، وهذا أنقل اللي هو نيذرلاند اللغة الهولندية. تمام، فبالتالي انه هاي نصوص فعليا موجودة، وخاصة انت عندك في المؤسسات الدولية مثلا زي البرلمان تبع الاتحاد الاوروبي، انا عندي القرارات لازم تكون موجودة بكل اللغات تبعت الدول الاعضاء، او في الامم المتحدة في عندك 7 أو 8 لغات رسمية. تمام، لازم القرارات تكون موجودة بالسبع لغات هذه، فبالتالي أنا عندي نص القرار وإكزاكتلي إنه النص هذا بلغة ثانية وبلغة ثالثة ورابعة، فبالتالي النص هذا موجود، فبالتالي بنقدر نعتبر إنه هذا عبارة عن إنبوت، وهذا بنقدر نعتبره إنه هو عبارة عن أوتبوت، فبالتالي إنه المشين يفترض لما أدخلها نص زي هيك تطلع لي نص زي هيك. تمام، فبالتالي إنه بقدر استخدم ماشين ليرنينج. طبعا في عندي اسلوبين، في عندي statistical machine translation او STM بيستخدم الاساليب الاحصائيه او statistical methods، انه قديش مقدار تكرار انه الكلمات هذه بتيجي في السياق هذا بتكون ترجمتها في التارجت لانجويج زي هيك، لانه انا عندي كل كلمه بيكون في لها ترجمه حسب السياق، فبالتالي انه هو statistically بيحسب احصائيا ايش هو الموست probable انه يكون الترانسليشن في التارجت لانجويج. فبالتالي بيقدر بيطلع انا عندي انه مثلا هاي السورس لانجويج، تمام، ممكن يكون في عندي ترانسليشن 1، ترانسليشن 2، ترانسليشن 3، تمام، عدة ترجمات. فبالتالي هنا بحسب البروبابيليتي تبعت هذا انه تكون هي الترجمه وهذا وهذا، وبيختار الاعلى، فبيختار بيعمل ماكسمايز لل 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 للاوتبوت، بياخذ الارج ماكس انه يحدد انه الاوتبوت يكون له اعلى probability. اما النيورال ماشين ترانسليشن من اسمها انه هي بتستخدم نيورال نتوركس، تمام، في هذه الحاله انه ممكن استخدم ديب ليرنينج ابروتش زي اللي احنا شفناها في التشيت شيت، زي مثلا ال اس تي ام لونج شورت تيرم ميموري، لأن احنا فعليا زي كأنه احنا بدنا نحفظ النتورك، نقول له خلي بالك لما يكون الانبوت زي هيك في السورس لانجويج بده يكون الاوتبوت زي هيك، لما احكي مرحبا بده يكون انا عندي الناتج هلو، بده يحفظ هذا الكلام. تمام، طيب تلاحظوا انه هذه التاسك كلها يعني انه ممكن انه هذا انا عندي المترجم ممكن يسويها، هذه انه في شخص ممكن يستخرج معلومات، برضو انت تعمل summarization، فهي الشغلات احنا بدنا اياها تكون كلها اوتوماتيك بحيث انه الكمبيوتر فعلا يقدر يفهم اللانجوج زينا بالضبط. نيجي الان للinformation extraction، تعريفها انه هي automatically انه استخرج structured information من unstructured document، بدي اطلع structured information من unstructured document من free text. يعني زي ما انت بتاخذ انه انت بتيجي تقرا بتقول اه والله هذا تعريف، تعمل له هايلايت بالقلم الاصفر انه هذه شغله مهمه،
هذا عبارة عن مثال بتعمل له هايلايت عشان لما ترجع بعد هيك انه هاي معلومات انت استخرجتها من النص اللي انت قرأته بهذا الشكل. نشوف مثال، هاي مثال هنا. طبعا هذا النص unstructured، لاحظ انه انا عمل لك هايلايت لشغلات هنا. اقرأ: 10th degree is a full service advertising agency. تمام، انا طبعا انا نسيت اعمل هايلايت لهاي كمان. تمام، specializing in direct and indirect marketing، فهذا عبارة عن تعريف لشركة، وبالمناسبة هذا إعلان وظيفة. تمام، located in California. تمام، full stop. بعد ما عرف على الشركة، عن الشركة، فبيجي بيحكي a 10th degree is looking for an accountant إلى آخر الإعلان، فهي بتبحث عن محاسب، مساعد محاسب، مساعد ل assistant accountant manager. وهنا compensation والسالري بتراوح بين 5000. فبالتالي الغرض بيصير انه من هذا النص انه انا احطه في الداتابيز. بدك تتخيل structured information انت عندك زي الداتابيز، يعني زي ما انا ممكن اجي انا عندي معلومات الطالب موجوده في تيبل، رقم الجامعي هي محطوط في عمود، الاسم، الديبارتمنت، هذا structured في تيبل في الداتابيز. انا structured باجي بحكي انه الطالب بيحمل رقم جامعي كذا، تمام، حاصل على كذا، يدرس في قسم كذا، فبالتالي هذا unstructured. فبصير الغرض انه تستخرج هذول المعلومات وتحطهم انت عندك في الداتابيز، فبالتالي بده يصير في عندي في الداتابيز الكونوم الاندستري ادفرتايزنج، ايش الصناعة تبعت الشركة، هذا ايش المجال تبعها، مجال الاعلانات، ايش البوزيشن المطلوب، accountant assistant، assistant accountant manager، وين المكان، في كاليفورنيا، ايش اسم الشركة، 10th degree، السالري بتراوح بين 5000 و10000. طبعا هاي الشغلة بتساعدك انه انت تستخدم في السيرش complex search، يعني زي ما انت بتقول انه تبحث في جوجل انه انا بدي كل الوظائف اللي في مجال الاعلانات واللي الراتب تبعها على الاقل 5000 في لوكيشن معين. طبعا كيف بدي احدد هاي الشغلات؟ بحدد هاي الشغلات بمساعدة البارت اوف سبيش تاجز والنيمد انتيتي تاجز اللي احنا هنشرحهم بعد شوية. تمام؟ يعني انت بتيجي بتحكي انه والله هذه عبارة عن ناون، هذه عبارة عن organize، هذه noun، يعني انت عندك البارت اوف سبيش انه انت بتحدد انه ايش هذا نوعه، عبارة عن verb ولا noun ولا verb phrase ولا noun phrase ولا determinant ولا proposition ولا ايش بالضبط. ايش بيساعدك هذه الشغلة؟ انه انت مثلا بتلاقي انه في نمط معين، انه كل ما يكون في عندك part of speech tag متبوع بشغلة معينة، فبالتالي هذا اللي بعده حيكون عبارة عن مثلا شغلة معلومة معينة بدك تستخرجها. تمام؟ اما النيمد انتيتي انه انت بتروح تتعرف على النيمد انتيتي زي مثلا location، لما تيجي تتعلم على هذه، هذا عبارة عن location زي هيك. تمام؟ ايش كمان في عندك الorganization org، لما اجي انا مثلا في تكست معين اجي بحكي انه اليو ان عملت كذا كذا كذا، يفترض يعمل هايلايت اليو ان انه هي عبارة عن organization يتعرف عليها. فبالتالي لما اعمل تاجينج للكلمات انا عندي بهذا الشكل بسهل علي ان استخرج معلومات بهذا الاطار. طبعا كتطبيقات، انا نسيت احكي تطبيق الماشين ترانسليشن، اكيد كلكم انتم عارفينه، اللي هو الجوجل، جوجل ماشين ترانسليشن هو احد التطبيقات، ومستخدم الماشين ترانسليشن في شغلات كثيره. يعني انت على سبيل المثال في البلاي ستور بتلاقي انت عندك الابلكيشن محطوط بلغه، فبروح بترجم لك اياه اذا انت في التارجت لانجوج تبعتك انه مش مكتوب بنفس اللغه تبعتك، بترجم لك اياه ترجمه اليه، فانت ها بتعرف التطبيق هذا ايش بيسوي. كذلك الريفيوز تبعت التطبيقات هذه
ممكن إنه هو يترجمها عشان تعرف إيش رأي الناس بلغات تانية في هذا المنتج أو في هذا التطبيق. فبالتالي فعليا في له تطبيقات كتيرة خاصة في السفر والسياحة والشغلات هذه كلها. أما الانفورميشن اكستراكشن التطبيقات تبعته، إنه أنت لما تقدر تسوي شغلة زي هيك ممكن تعمل كويري بهذا الشكل، أو ممكن إنه خليني أقفز هنا للديالوج سيستم، إنه أنت تيجي تسأله كم المسافة بين الأرض والقمر، فأنت هنا بالتاجز قدرت تحدد إنه هذا عبارة عن question، والمسافة إنه نوع الكويستشن هذا إنه أنت بتسأل على ديستانس، فبالتالي إنه أنت بدك تدور في النص على حاجة في بعديها كيلومتر، متر، سنتيمتر، ميل. بالضبط. وتطبيقات على هذه اللي هي الجوجل اسيستنت والسيري والكورتانا كلها نفس الاشي. فبالتالي انت بتصير تسأل اسئلة بروح بيجيب لك الجواب، فهو بحدد انه هذا عبارة عن named entity وهذا عبارة عن named entity، فبروح هو بدور في النصوص الانستركتشرد عند المعلومات هذه، تمام؟ او هو فعليا بيكون عامل الشغلة هذه من قبل، الانستركتشر داتا لافف عليها جوجل زي سيرش انجن، اللي هو اصلا بلف على كل الصفحات وبخزنها عنده وبيستخرج منها معلومات، فبالتالي بيصير بدور عنده في الداتابيز. فعليا انت بتصير انت تستعلم في الداتابيز قديش المسافه بين كذا وكذا، فبروح بيطلع لك اياها، بيستخرج لك اياها. النيمد انتيتي، نعم. وممكن انت تسأله انه قديش ضايل لأذان المغرب، تسأله أسئلة زي هيك، هو بيحدد اللوكيشن تبعك، تمام، وبشوف بيستعلم عنده في الداتابيز ايش وقت السانسيت او غروب الشمس في المكان اللي انت فيه، بدي لك اجوبة زي هيك. او ممكن تحكي له، هذا كلام حنشوفه برضو في الديالوج سيستم، فخلينا ماشيين بالترتيب. هاي الانفورميشن اكستراكشن. نيجي للتكست سمرايزيشن. التكست سمرايزيشن بطبيعة الحال انه تعريفها انه انت بتستخرج الجمل المهمة من نص، فبالتالي انت بتعمل تلخيص لنص معين. زي ما انت بتيجي بتدرس بتروح بتعلم انه هذا تعريف، انه هذه شغلة مهمة، هذا عبارة عن واحد من الابليكيشن بتعلم عليه، فبالتالي انت لما بترجع بتقرأش النص كله بالكامل، بتقرأ التلخيص تبعك، تمام؟ فبالتالي بدي اياك تتخيل الدوكيمنت انه هو عباره عن مجموعه من الجمل زي هيك، بدك تعمل هايلايت لجمل معينه وهي بدها تكون التلخيص تبعك. كيف شكله؟ بدنا نصيغه كانبوت واوتبوت. انبوت واوتبوت بدي اصيغه على انه هو مجموعه من الجمل اس 0 اس 1 اس 2 وهكذا. بده يكون لكل جملة في عندي حاجة اسمها سكور، بده يكون السيستم اوتوماتيكلي انه كل جملة انا بعطيله اياها بده يعطيني الها سكور بتحدد اهميتها، انه هي قديش انه هي مهمة تكون في الملخص، لانه انت فعليا as a human كيف بتلخص بهاي الكيفية. بالضبط، بتحدد انه هاي الجملة مهمة بتروح بتعلم عليها. فبالتالي مثلا انه هذا ممكن يكون 0.7، هذه 0.1 مش مهمة، عبارة عن حكي هيك يعني زي هيك، هذه مثلا 0.8. فبالتالي بدك سيستم اوتوماتيكلي انه تعطي له السنتنس ويروح يعطي لك لها سكور حسب توبيك، حسب الموضوع، حسب الموضوع. وبالتالي انت بتستخرج الجمل اللي لها اعلى سكور بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انت ممكن تستخدم الاي اي تكنيكس يا هذا الاشي. الديالوج سيستم، الديالوج سيستم عنوان عام، ممكن يكون يندرج تحتيه شغلات كتيرة زي الكيو اي سيستم، questioning answering system، بالاضافة للتشات بوت. بوتس بهذا الشكل. يعني في الدايلوج سيستم بده يكون في عندك حوار، يعني على سبيل المثال اليوزر ممكن يستخدمه انه انا بدي رحلات من بوستن لواشنطن تصل الساعة 10. طبعا السيستم هنا الفكرة في الموضوع انه في عندي دايلوج،
مش مجرد انه زي ما شفنا هنا سؤال ورد جواب وخلاص، لا بروح بيسأله سؤال اضافي انه في اي يوم انت بدك تكون الرحلة تبعتك، فهو بحدد انه tomorrow، فبروح برجع لي ليست للفلايتس. وهذه الشغلة فعليا انت موجودة في جوجل، لو انت ممكن انه انت تبحث عن رحلات طيران، او ممكن تبحث عن اوتيلات، او ممكن تبحث على نتائج مباريات، بيجيب لك اياها على شكل جداول، على شكل ليست. للفلايتس هذا انه بيكون تطبيق انه اصلا بيكون في عنده داتابيز، ولكن في بالضبط بالضبط، لكن السيرش انجن السيرش انجن ممكن انه هو بيدور في هاي المواقع، ممكن يكون برضو عنده داتابيز، تمام. فالديالوج سيستم للتشات بوتس في شغلتين، تكست اندرستاندينج وتكست جينيريشن، لانه فعليا انه انت بتروح بتدخل له نص فري تكست، ممكن تسأل عن رحلات طيران، ممكن تسأل عن مطاعم، ممكن تسأل عن بنوك اي حاجة، بتقول له بدي المطاعم بيتزا ايطالية حواليا، حدد الموقع تبعك، بروح ببحث في المحيط تبعك، محيط 3 كيلومتر مثلا او 1 كيلومتر، تمام، بروح بجيب لك، بدور على المطاعم وبروح هذا وجد النتيجة as a list، بروح بعمل لك generation للانسر as natural language. فبالتالي هنا بيحدد الموقع تبعك، تمام، بيحدد لستة الإجابة، بعمل generation للتكست وببعث لك إياه. فبالتالي هذا عبارة عن chatbot. طبعا البيانات في هذا الإشي كيف نحصل عليها؟ بتكون أنت عندك عادة الشركات فيها نظام شات للسبورت، وبكونوا هم فعلا قبل كانوا بيشغلوا موظفين، بيجي الكاستمر بيجي بيسأل عن شغلة، فبالتالي فيه بيكون موظف بيرد عليه، فالموظف بيسأل وهذا بيرد، وهالموظف بيسأل وهذا بيرد، فبالتالي بتتكون انا عندي مجموعة من البيانات انه هاي السؤال وهي الجواب تبعه، هاي السؤال وهي الجواب تبعه، تمام. فبالتالي انه هاي الانبوت، صار الموضوع انه هاي الانبوت وهي الاوتبوت، هاي الانبوت وهي الاوتبوت، فبالتالي انه ماشين ليرنينج. في هذا الإطار في الشات بوت ممكن تستخدم حاجة اسمها سيك تو سيك، سيكونس تو سيكونس، انه انت عندك الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس، تقول له صباح الخير، الاوتبوت عبارة عن صباح النور، كيف حالك، الحمد لله، انبوت اوتبوت. وممكن تستخدم حاجة تانية في تنسر فلو اسمها الاستيام، لونج شورت تيرم ميموري، وكأنه انت تيجي بتحفظه، بتقول له خلي بالك لما حد يقول لك مرحبا بتقول اهلين، بقول لك صباح الخير بترد عليه صباح النور، لانه هنا بتحاول تعمل سيميليت للذاكره انه يحفظ هذه الشغله. هذه نوع مختلف من الذاكره، برضه بيستخدم في التكست جينيريشن. التاجينج حكينا عنه، انه انا في عندي بارت اوف سبيتش تاجينج، بارت اوف سبيتش انه انت تحدد انه الكلمه هذه عباره انه شو وضعها بالضبط، هي اللي هي عباره عن فيرب ولا ناون ولا بروناون ولا ديتيرمينانت ولا ارتكل ولا ايش بالضبط. فبالتالي هذه عباره عن ناون، تمام، البوينج عباره عن ناون، توبينج هذه عباره عن فيرب بهذا الشكل. اما النيمد انتيتي ريكوجنيشن بتصير انه بتحكي انه بوينج هذا عبارة عن كمباني، ستريت هذا عبارة عن لوكيشن، وهذا عبارة عن لوكيشن، تمام. فبالتالي هنا وول ستريت، هذول الاثنين عبارة عن لوكيشن مع بعض بهذا الشكل. طبعا بيساعدني في تطبيقات تانية في الاندرستاندينج، عشان اقدر افهم ايش يعني الوظيفة الأساسية تبعتها للتاجنج. هنا بتساعدني في تطبيقات تانية أو في أبليكيشنز، في تاسك تانية زي مثلا الناتشورال لانجويج أندرستاندينج، عشان أفهم النص بحتاج للتاجز هدول، عشان لما يجي يسألني مثلا مين who's the president of the United States، أو مين رئيس الولايات المتحدة، فبالتالي أنت بتسأل عن هو من، فأنت بتدور على مين، على شخص، تمام، اسم شخص، تمام، ايش الوظيفه تبعته، بريزيدنت
والكانتري لازم يكون في عندك نيمد انتيتي كانتري اللي هو تكون يونايتد ستيتس. فبالتالي انت بتدور على كلمه يعني موجوده في وين، في نيمد انتيتي لوكيشن اللي هو الكانتري عباره عن يونايتد ستيتس بالاضافه لاسم شخص والوظيفه بريزيدنت. تستخرج هذا الاسم بتقول له هاي رئيس الولايات المتحده. السبيش فعليا السبيش حنشوف كيف احنا نحوله لاي اي بروبلم، لانه احنا نتعامل هنا مع رو داتا. الويف او الصوت عباره السبيش عباره عن ويف سيجنالز بهذا الشكل، تمام. طبعا بده يصير في له تقطيع على حسب السايلنس لقطع قطع زي هيك، انه مثلا انه هي هذه وهذه بتاخذها لوحدها، هذه بتاخذها لوحدها، تمام، عشان تسهل العمل. ما بتقدرش تعمل ديكود لكل السبيش كل مره واحده، لا، فانت بتفهم كل ما احكي وبصمت انت خلص بتستوعب انت المقطع اللي انا حكيته. هذا بدنا نطلع في حاجه منه، نعمل شغله اسمها فيتشر اكستراكشن، لانه انا بقدرش اتعامل مع الرو داتا الا اذا كانت نيورال نتوركس، تمام. عشان نسهل على النيورال نتورك ممكن نعمل اكستراكشن لفيتشرز. الفيتشرز هذه بتكون على شكل ارقام، ماتريكس ارقام. ايش الارقام هذه؟ بتمثل عندي حاجه اسمها معروفه في السبيش اسمها ام اف سي سي فيتشرز، تمام. هذول الارقام بكونوا حاجه عندك اسمها اكوستيك موديل. ايش الاكوستيك موديل؟ النموذج السمعي، تمام. البشر كيف بيفهموا السبيش؟ انه هو عنده نموذج سمعي بيقدر يحدد ايش طبيعه الاصوات هذه، تمام، وعنده مفردات تعلمها. لان الطفل الصغير لما يجي يتعلم انه في عنده عارف باب، عارف معناها، عارف كتاب، عارف، عنده مفردات. فلما يسمع هاي الشغله يتعرف عليها بتكون موجودة عنده في الفوكابلري اللي هو تعلمه، بيقدر انه هو يتعرف عليها. فبالتالي اول مكون انا عندي اللي هو الاكوستيك موديل، النموذج السمعي، تمام. وبعديها في عندي حاجة اسمها الليكسيكون اللي هو القاموس، قاموس المفردات. وفي انت عندك حاجة اسمها اللانجويج موديل. القاموس لازم انت عندك يكون قاموس من المفردات. بالمناسبة القاموس يفترض أن يكون هنا، هذا القاموس الفونز. بالمناسبة الفونز إيش هي؟ الفونز غير الألفابت. يعني إحنا عندنا في العربية قديش كم حرف؟ 28، لكن الأصوات أكثر من هيك بكتير، ممكن توصل إشي و40، لأنه أنت عندك حا هذا عبارة عن حرف، لكن الصوت يعني الصوت الحا ممكن يكون حا حي حو بهذا الشكل مع الحركات مع الفاولز. فبالتالي بتولد عندك أصوات مختلفة من نفس الحرف، تمام. فهنا لازم يكون في عندك قاموس للأصوات مع الكلمات المقابلة لإلها، تمام. واللانجويج موديل الوظيفة تبعته إنه أنت لما يكون في عندك شك بين كلمة وورد واحد وورد اثنين، لما اجي احكي لك مثلا ديبارتمنت وابارتمنت وانا احكيها بطريقه سريعه، انت بتكون شاكك انه هل هذه الكلمه ديبارتمنت ولا ابارتمنت. فايش بتشوف؟ بتشوف في اللانجويج موديل السياق تبعها عشان تحدد والله انه انت بتحكي في سياق عقارات، فبالتالي انت بتحكي على ابارتمنت. انت بتحكي في سياق مثلا مساقات دراسيه وجامعه، فانت بتحكي عن ديبارتمنت، تمام. فبالتالي الملخص، أنا عندي ثلاث مكونات: النموذج السمعي، القاموس، ونموذج اللغة، تمام؟ ونموذج اللغة بيساعدك إنه أنت تحدد أي كلمة، لو أنت كنت محتار في أي كلمة إنه كانت الأصوات تبعتها متشابهة زي department و apartment. طبعا هنا مثال إنه هذه signal. طبعا السيجنال هذه زي ما حكينا يفترض ان احنا بنقطعها بنعملها فلتر، تمام. الاكوستيك بدك تتعامل مع النموذج السمعي زي ما احنا عندنا بالضبط، تمام.
واللانجوج، اللانجوج موديل يفترض انه انت تعمل، لو عندك مثلا حيرة في اكثر من كلمة، انه انت تستعين باللانجوج موديل عشان يحدد لك السياق عشان تطلع ترانسكريبشن. هنا مثال انه هذا السبيش ساوند، هنا بتعمل له سيجمنتيشن، تمام؟ في الاكوستيك موديل انت بتروح بتطلع الفيتشرز، بتعمل لها مابينج لاصوات فونيمز. وهنا في اللانجوج موديل انت بتتعامل مع كلمات في سياق معين عشان تطلع انا عندي الكلمات. التطبيقات لهذا الاشي كتيرة، انه بمكنك انه انت في السيرش انجن زي ما في اليوتيوب، لانه يوتيوب لانه هي هو عبارة عن سيرش انجن، انه انت تبحث داخل الفيديوز، انه انت بدك تعمل ترانسكريبشن للفيديوز، ايش الكلام اللي انحكى في الفيديو وتصير تبحث عنه، تمام؟ وفي عندك تطبيق تاني برضو كذلك موجود في جوجل. انت بتعرف انه في اليوتيوب في عندك الترانسكريبشن واللي هي السبتايتلز، لو كان انه الفيديو هذا مرفق معاه سبتايتلز ترجمات بلغات مختلفة بتقدر انه انت تظهره. طب لو مش موجود، في عندك خيار انه انت تختار اوتوماتيك ترانسكريبشن او اوتوماتيك، هي اوتوماتيك ترانسكريبشن فعلا. فالاوتوماتيك ترانسكريبشن انت بتستخدم النظام السبيش ريكوجنيشن سيستم تبع جوجل، انه بروح بحول لك الصوت، بحول لك اياه لتكست وبعرض لك السبتايتلز الايند، يعني كل ما يحكي في الفيديو شغله معينه بروح بعرض السبتايتلز تبعها او الترانسكريبشن تبعها. الكواليتي تبعتها مش بيرفكت، لكن بتساعدك انه انت تفهم ايش اللي بنحكى في الفيديو، لو انت الفيديو انه انت تستخدم. هو بيكون عامل له بروسيسنج زي يعني انت في السيرش انجن لما انت تيجي تدور في الصفحات، هل هو فعلا بروح بدور على الصفحات ولا بيكون عامل كراول للصفحات وحاطها عنده في هيوج داتابيز؟ فبالتالي كل الفيديوز اللي ما لهاش ترانسليشن بلغات معينه فهو بحط عنده، بيشتغل في الباك اند انه تاسك انه يعملها اوتوماتيك ترانسكريبشن، تمام؟ وبس انت انه انت بتظهره، فهو مش ريال تايم فعليا، فهو بيكون انه عامل اوتوماتيك ترانسكريبشن اوف لاين سابقا، ومجرد انه هو بيظهر لك اياه. لو فيديو انت محمله جديد ولسه مش ما عملوش اندكس ولا عمله اوتوماتيك ترانسكريبشن، بتقدرش انه انت تشوف الترجمه الاليه تبعته، تمام؟ نيجي شفنا التطبيقات وكأنه الأمور سهلة على الآخر، صح؟ لكن خلينا نشوف ليش الـ NLP hard، ليش التاسك هذه صعبة. خلينا نشوف أول مشكلة اللي هي الـ ambiguity. إحنا كبشر نقدر نتعامل مع الـ ambiguity، إنه أنت إيش بتقصد في هذا الموضوع، إنه حسب سياق معين أو شغلة معينة. لكن الكمبيوتر عشان يعمل understanding لازم يكون في عنده القدرة انه يعمل resolve للambiguity. ما عندوش كان القدرة ممكن يطلع لك generation لanswer ملهاش علاقة بالجواب بالمرة، تمام؟ زي ما انا اجي اسألك انه اخر محاضرة احنا عن ايش حكينا، فبصير تحكي لي انه انتو ايش افطرتوا امبارح بهذا الشكل، فبالتالي الشغله مش ريليتد بالمره. خلينا نشوف الجمله هذه. At last، اخيرا، a computer that understands you like your mother. شو معنى هذه الجمله؟ اخيرا صار في عندنا كمبيوتر بفهم زي ما ايش؟ عقلية أمك أو تفهمنا زي أمهاتنا، تفهمنا زي أمهاتنا. في احتمال يكون في معنى تاني للجملة؟ في احتمالات عديدة. خلينا نشوف أول احتمال. خلينا نشوف إنه الكمبيوتر يعني كول على الآخر، فبالتالي هو بيفهمك as well as your mother understand you. فبالتالي انه هو بيفهم your mother بالاضافة انه بيفهم
بفهمك انت، بفهمنا احنا التنين. في احتمال ثالث، في احتمال ثاني، لو هذا اعتبرناه الاول هذا بيصير الثاني، هذا الثالث. ايش؟ لايك. لا مش زي لايك. شايف هنا القلب؟ تمام. فبالتالي الكمبيوتر بفهم انه انت that you like your mother، انه انت بتحب والدتك. تمام، وارد. في كمان لا، بالمناسبة هذا التفسير الأول هو التفسير نفس هذا، بس ما بحكي بطريقة مختلفة، إنه it understand you as well as your mother understand you. معنى ذلك إنه هو بفهمك زي ما والدتك بتفهمك بالضبط، والتفسير إنه هو بفهمك وبفهمك والدتك، هي الثالث. فبالتالي it understand you as well as it understand your mother. فبالتالي هذا معناها، هذه الجملة معناها إنه بفهمك زي ما والدتك بتفهمك بالضبط، أما هذا بفهمك وبفهم ما والدتك. تمام؟ أما هذا الكمبيوتر بفهم أنه أنت بتحب والدتك. فبالتالي في عندي ambiguity، وصعب جدا أنه احنا نعمل resolve لهذه الambiguity. شوف كمان أمثلة للambiguity، هذه في حالة السبيش، لانه فعليا لو انت، لو انا بحكي تمام، في عندي طالب دائما بيسالني، لما بيجي بيسالني بروح بعمل زي هيك، بحط ايده زي هيك، وانا بعتمد على الشفايف كتير عشان افهم الكلام اللي هو بحكيه. وكل مره بحكي له نزل ايدك، دائما نزل، بحط ايده على الشفايف وبقول له نزل ايدك دايما. تمام. فبالتالي في بعض الكلمات انه هي بتشبه بعض كتير، زي ديبارتمنت وابارتمنت. تمام. فبالتالي انا بسمع شغله وتلاقي انه هو حكى شغله ثانيه. زي ايش مثلا؟ امثله اضافيه غير عن apartment و department. I am eight or duck، خاصه لما يجي لك واحد عنده accent. I made her duck. I made her duck. I am aid her duck. أنا ساعدت البطة تبعتها. I am aid her duck. أكلت aid. تمام؟ بس هي كستركتشر كجرامر غلط. تمام؟ بس I am aid her duck. فبالتالي أنت مش سامع، هو أنت حكى دي ولا تي بالضبط، خاصة تي والدي بهذا الشكل. ونفس الاشي الاتش، في ناس بتدق على الاتش وفي ناس تحكيها سوفت خالص، وخاصة في لغات انه اصلا الاتش مش موجودة فيها. يعني الانجليز عندهم اتش، تمام، المانيا وفرنسا وايطاليا لا عندهم بيحكوا عن الاتش عندهم الخالص. فبالتالي انت لو صدفت واحد فرنسي بيحكي لك I am eight air duck، الاتش بحكيها اه. تمام، بتصير خاله وكانت سي اتش. فبالتالي بدل ما احكي لك كروم بحكي لك خروم. تمام. وهنا I am eight air duck. فبالتالي هنا air duck و air duck هذه فعلا بتلاقي السبيش ريكوجنايزر ممكن يطلع لك شغلات زي هيك، وانت بتتفرج على اليوتيوب وانت قاعد بتقول ايش قاعد بحكي هذا، ايش اللي عن ايش بحكي بالضبط، مش قادر انه انت تفهم. فبالتالي فعلا في امبيجيوتي، عشان هيك انه هو صعب انه انت تحسن في نتائج سيستم زي هيك، هذا اشي كتير كويس. طيب في عندي امبيجيوتي، شفنا الامبيجيوتي من ناحية شو المقصود بالضبط، هنا في السبيش، هنا نيجي في السيمانتك في المعنى. شو تعريف المذر؟ تمام، a woman who has give a birth to a child.
بيجي لواحد في الكيمياء بيقول لك a stringly slimy substance consisting of yeast cells. هذا تعريف المذر بالنسبة له. في النهاية إنه بيعمل produce لفينيجر الخل. فبالتالي تعريف المذر بتيجي الواحد عند تبع كمبيوتر بتقول له المذر. المذر أنا عندي خربانة. بقول لك المذر بورد. بقصد فيها المذر بورد. فبالتالي السيمانتك هنا بيكون مقصود فيها زي ما تيجي للستاك بالضبط. الستاك احنا عندنا في الكمبيوتر ساينس معناها مختلف في الديتا ستراكشر تماما. يعني في الديتا ستراكشر احنا بنستخدمها في سياق مختلف تماما انه انت تيجي الستاك في الناتشرال في يعني في 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 الدومين العادي. تمام. فبالتالي هنا بده يكون في عندنا اشكاليه نفهم ايش المقصود بالمذر هنا حسب الدومين. مثال ثاني على الميننج. They put the money in the bank. حطوا الفلوس في البنك. ايش ممكن تيجي كمان؟ ان هم دفنوا الفلوس. لانه put the money in the bank. البنك هو القبر. يعني الحفرة زي هيك انه put the money in the bank. وهذه الشغلات في كتير بيلعبوا في الكلمات اللي word playing. بيجي بيقول لك بدك تروح على البنك تسحب الفلوس تنساش تاخد معك حبل. فهو ايش انت بدك تسحب فعلا انت بدك تسحب الفلوس زي هيك. فبالتالي هاي عبارة عن ambiguity للمعنى. شوف هاي I saw her duck with a telescope. أنا شفت البطة تبعتها بالتلسكوب. هل يعقل إنه أنت تستخدم التلسكوب عشان تشوف هذه الدك؟ فبيكون هنا معنى الدك شيء مختلف اللي هو عبارة عن الانحناء. فبالتالي أنت عندك جرم سماوي. تمام؟ لأنه إحنا بنحكي هنا في مجال الفضاء. ما دام أنت حكيت تلسكوب بده يكون تفسير ترجمة الدك مختلف تماماً عن الدك اللي أنت بتعرفها. فبالتالي انت الانحناء في جرم سماوي معين انت شفته من خلال التلسكوب. تمام. طبعا المراجع ككتب افضل كتاب او اشهر كتاب انت عندك جيرافسكي ومارتن. الكتاب اسمه Speech and Language Processing. هاي الرابط تبعه. طبعا هذه الطبعه الثالثه. الطبعه الثانيه اوريدي موجوده وخاصه لكن الطبعه هذه الحلو فيها انه شغالين فيها اونلاين. تقريبا خلص 80% منها. تمام. فبالتالي هتلاقي هناك سلايدات والكتاب تبع هذا المرجع بيعملوا له ابديت اول باول. تمام. اخر حاجه بدي اعطي لك اياها اللي هي المكتبات اللي انت ممكن تستخدمها لو بدك تبني تطبيق في ناتشورال لانجويج بروسيسنج. طبعا هدول المكتبات الثلاثه كلاسيكال ان ال بي اللي هي ان ال تي كي سبيسي تكست بلوك. تقدر تعمل فيها التوكنايزيشن قطع الكلمات بارت اوف سبيتش تانجينج كلاسيفيكيشن كل هاي الشغلات. تمام. بدك تروح شيء متقدم اكثر تستخدم فيه ديب ليرنينج بدك تروح على تنسور فلو ممكن تستخدم السيك تو سيك او الLSTM والشغلات هذه كلها عشان تعمل ديب ليرنينج. بالمناسبه تنسر فلو هذه المكتبه سبورتد باي جوجل اوبن سورس. تمام. وجوجل اللي بتدعمها واقفه وراها او بتعملها منتين بشكل اساسي. في عندك مكتبه ثانيه كذلك ممتازه اسمها تشينر برضو للديب ليرنينج. المكتبه هذه مين اللي بتدعمها؟ جابانيز فينتشر كمباني شركه استثمار يابانية بالشراكة مع كبرى الشركات IBM, Intel, Microsoft, NVIDIA. لأنه فعليا أنت بتستخدم Deep Learning معنى ذلك أنت بتستخدم الجي بي يو عشان تسرع عملية التريننج. وهنا بما أنه ذكرت IBM في الموضوع أنت بتعرف أنه IBM في عندها سيستم IBM Watson اللي بتقدر من خلاله أنه أنت تسوي تطبيقات كتيرة متعلقة في الـ NLP منها الـ Speech. تقدر تتعامل مع API
منها تشات بوتس، منها ترانسليشن، كتير شغلات. آخر إشي، أنت عندك الأوبن سورس لايبراريز من جوجل وفيسبوك، فيها مكتبات كتير عديدة في الاي اي، ومنها متعلقة في التكس اللي هي ai.google/tools. بتلاقي هناك مكتبات كتيرة للتكست زي الانجرام مثلا، وهنا في الفيسبوك في إلها مكتبات ai.facebook.com/tools. بتلاقي في عندك مكتبات عديدة زي مثلا الفاست، تكست، هذه مكتبة تقدر تسوي فيها شغلات كتير جاهزة. في بايتورش، في كتير شغلات أو مكتبات جاهزة أنت عندك. هيك بنكون أخذنا بشكل أساسي نظرة عامة، عرفنا إيش هو الـ AI، شفنا إيش التاسكس تبعته، فكرنا كيف نحولها لـ AI problems ونطبق عليها الـ AI techniques، تمام؟ شفنا ليش الـ NLP صعبة وإيش مدى الصعوبة اللي موجودة فيها، وشفنا مصادر متعلقة بالكتب والمكتبات. إذا حدا عنده سؤال؟